أريد بيانا شافيا في حكم الرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية، وهل هم كفار؟ لأن كثيرا من الناس يسأل عن ذلك فيقول بعض طلاب العلم لا أدري. نحيلك على كتب الفرق، على كتب الفرق مثل الملل والنحل، مثل الفرق بين الفرق، ومثل مقالات الإسلاميين للأشعري، مثل راجعها وتشوف إن شاء الله. راجع في شأن الشيعة، راجع خطوط العريضة في مذهب الشيعة لمحب الدين الخطيب إذا صرت عاجل، وإن صرت إنك عندك استعداد راجع منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الشيعة والقدرية. نعم. وأيضا قد تقول إن هذه تنقل عنهم وأنا ما أصدقها. يا أخي نحيلك على كتبهم، على كتب الرافضة، تشوف فيها الكفر البواح والعجب العجاب الذي تتفطر منه السماوات والأرض. اقرأ في كتبهم شوف. نعم.